سؤال ثاني، ما معنى أن الله يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء؟ سمع ذنب الأبناء، ولماذا ورثنا خطية آدم وحواء مع أننا لا دخل لنا به؟ وهل معنى ذلك أننا ورثنا كل خطايا أجدادنا الذين نعرفهم الذين لا نعرفهم؟ يقول فعلا أشكر المسيح الذي حمل الخطية الجدية التي لم أدري بها حين فعلت ولم أدري بها حينما خلصني منها. شوف، الخطايا الشخصية غير الخطايا الجدية لا نرثها من آبائنا ولا من أجدادنا خالص، ولا ذنب لنا فيها. الخطايا الفعلية الشخصية، عشانك أنت بتقول أجدادنا وأبائنا، لا، أنت لا ترث خطية أجدادك ولا أباء، كل الخطايا الفعلية لا ترث. والكلام ده ورد في سفر حسقيال النبي إصحاح 18، يقول لا يرث الأب من ذنب الابن ولا يرث الابن من ذنب الأب، خطية الخاطئ تكون عليه وبر البار يكون لي. لأنهم سألوا سؤال وقالوا لماذا يضرب هذا المثل إن الآباء أكلوا الحصرة وأسنان الأبناء برصت؟ فقال حي هو الرب إن هذا المثل لا يقال مرة أخرى، دي موجودة في حسقيال 18 آية 1 و2. وبعد كده ابتدى إيش؟ فالخطية الفعلية اللي بيعملها أب أو أم لا يرثوها ابن، لا يرثوها الابن. تقول له ما ليه ورثنا خطية آدم؟ لما آدم أخطأ كنا نحن في صلبه، ولما حواء أخطأت كنا نحن بويضات فيه في داخله. لو إن آدم أخطأ بعد ما خلف عيال، كانوا العيال اللي يخلفهم في الأول ما يورثوش الخطية، لكن العيال اللي كانوا جواه في صلب آدم وحواء محكوم عليهم بالموت، مش لأن لا ذنب لنا فيه، لا، ما لهمش ذنب. إزاي؟ ده هم جزء من آدم وهم جزء من حواء. فطبعا لما حكم على آدم بالموت وأخطأ آدم، حكم بالموت على جميع الحيوانات المنوية الموجودة فيه. ولما حكم على حواء بالموت، حكم عليها وعلى جميع البويضات الموجودة فيه. فلما احنا اتولدنا كنا جزء من آدم وجزء من حواء لما أخطأوا ولما حكم عليهم بالموت. دي غير الخطية الفعلية العادية اللي احنا ما لناش دخل فيه. فلما تقول لماذا ورثنا نحن خطية آدم وحواء مع أننا لا دخل لنا بها، يبقى السؤال غلط. لا دخل لنا بها ازاي؟ احنا كنا جزء من آدم وكنا جزء من حواء. وهل معنى ذلك أننا ورثنا كل خطايا أجدادنا؟ لا طبعا، ملناش دخل بهم أبدا، لأن دي خطايا فعلية شخصية ما كناش إحنا جواه. وعلى كل عبارة لا ذنب لنا فيها، ثم تحلت بأن ربنا فدانا وخلصنا من عقوبة تلك الخطية. فأنت بتتكلم على ذنب ليه؟ ما هو محا ذنبنا، بيقول كنا أموات بالذنوب والخطايا والمسيح خلصنا.